وصلت على بلاصة ممتعة، وادي إفرتن، واد إفرتن قريب جدا من واد لاو، حوالي 10 دقايق ربع ساعة بالعربية. مكان زوين زوين زوين. مشي في المياه الساعة الباردة في وادي إفرتن، يا سلام. طب ايه المميز في وادي إفرتن يعني عن معظم الحتت او الاماكن في المغرب؟ المميز هنا حقيقي ان المكان بسيط جدا، انا بحب الحاجات البسيطة، طبيعة بكر خلابة، هدوء، راحة بال، استجمام، ودي الحقيقة احنا مفتقدينها في زماننا ده. معظم الوقت عندنا دوشة، زحمة، ضغط، ستريس غير طبيعي. بص المنظر بقى ده، بكل بساطة هتتبسط جدا في وادي إفرتن، ممتع. ولا أوروبا ولا أمريكا ولا آسيا، المغرب ثم المغرب ثم المغرب ثم الأكل المغربي.